عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بك. هل سمعت عن شيخ الإسلام الأخير؟ لا أتحدث هنا بالطبع عن الشيخ ابن تيمية، ولكنني أريدك أن تتعرف على شيخ الإسلام الروسي. فضلا شاهد هذا الفيديو حتى النهاية وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد فور نشره. موسى جار الله التركستاني القازاني التتاري الروستوفدوني الروسي، ولد عام 1295 من الهجرة، شيخ الإسلام الأخير في روسيا أيام القياصرة وبداية عهد الثورة الروسية، أحد أعلام القرن الرابع عشر الهجري الكبار في العالم الإسلامي. ولد موسى جار الله في روستوف دون بروسيا، وتفقه بالعربية وتبحر في علوم الإسلام، ثم كان إمام الجامع الكبير في بتروغراد أو ما تسمى بلينينغراد، وحج وجاور بمكة 3 سنوات، وعاد إلى بلاده فأنشأ مطبعة في بتروغراد خدم بها اللغات العربية والفارسية والتترية والتركية والروسية خدمة مفيدة، وكان يحسن هذه اللغات، وإذا تكلم بالعربية فحديثه بالفصحى، ونشر كتابا بالتركية عن علاقة المسلمين بالثورة الروسية، وهذا الكتاب أغضب الحكومة الروسية فانتزعت منه المطبعة وقبض عليه وسجن. وفي مقدمة أحد كتبه الوشيعة في نقد عقائد الشيعة وصف لرحلته بعد ذلك، وهذا موجزه: هجرت بيتي ووطني سنة 1930 هجرة اضطرارية، وقد سدت علي طرق النجاة، فساقتني الأقدار من طريق التركستان الغربي إلى التركستان الشرقي الصيني فالبامير فأفغانستان، وانتهزت الفرصة للسياحة في البلاد الإسلامية، وكنت قد سحت من قبل في الهند وجزيرة العرب ومصر وكل بلاد تركيا وكل التركستان الغربي إذ أنا طالب صغير، ودامت سياحتي في تلك المرة 6 أعوام، وعدت في سياحتي الأخيرة هذه فمررت بتلك الأقطار وزدت عليها إيران والعراق. واعتقله الإنجليز في الهند مدة في خلال الحرب العالمية الثانية، ومرض في مصر فدخل ملجأ العجزة بالقاهرة وتوفي به. والآن أخبرني أيها المشاهد الكريم، هل سمعت بهذا الرجل من قبل؟ اترك إعجابك بالفيديو وشاركه مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.